كريستيانو هل تسمعني؟ هلو كريستيانو هل تسمعني؟ لم يعد يجيب كريستيانو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ريان. جبت مقطع جديد. كريستيانو دخل النصر، كيف؟ ايش؟ ما ادري كيف. لا تنسوا اللايك والاشتراك، كنت نشوف اري 5 ونخش على المقطع. تشوفوا، خلينا نبدا المقطع. انا مش مصدق بجد، مش مصدق، دي صوره مش فوتوشوب، دي صوره. يا اخي المصريين، كريستيانو رونالدو بيوقع للنصر السعودي. انت متخيل؟ بيوقع للنصر السعودي. ده يا جماعه مش مكسب بس للنصر، ده للدوري بالكامل، هيتشاف من كل العالم. انا كيوفنتيني، تعال دلوقتي شوف مباريات يوفنتوس ومشاهداتها على يوتيوب، 100,000 مشاهده، 200,000 مشاهده. رونالدو لما كان بيجيب هدف في سامبدوريا ولا هدف في ساسولو، مش هقول لك بقى انتر ميلان وميلان ومباراه القمم او مباراه يوفنتوس في دوري المصريين. لذلك كنت تلاقي الفيديوهات على قناه الدوري الايطالي معديه 5 مليون مشاهده، وعلى قناه يوفنتوس. فبجد نقله كبيره جدا جدا جدا، تسويقي قبل كل شيء، لان فنيا رونالدو برجل واحده حتى لو هو عنده 38 سنه يقدر يسجل في الدوري السعودي زي ما حصل السنه اللي فاتت مع مانشستر يونايتد، 18 هدف في البريمير ليج. مبروك جدا جدا لكل جماهير النصر السعودي. والله مبروك، الف الف مبروك لكل النصراويين يا شباب. والله انا هلالي تمام، بس انا بعد الصفقه هذه ما راح اصير نصراوي، يعني يمكن اصير نصراوي ما ندري، بس الف مبروك. والله يا عيال انا كيف كذا، شوفوا ايش الفائده اللي صارت. زي ما تشوف هنا الصفقه اغلى في العالم، فشوفوا حسب النصر كم وصل، 5.4 مليون، كان 800,000 800,000 بسبب البوست اللي هو كريستيانو رونالدو فجر الدنيا. شباب انتم متخيلين بيوم واحد تجيب 5 مليون متابع بالانستغرام، والبوست وصل 30 مليون، ايش تسوي يا كريستيانو؟ الحين اللي وصلنا منه يا شباب انه زي ما تشوف هذا المقطع هذا بالنص، هل تخيل هذا اللي انتم تشوفونه تحسبونه بسيط؟ هذا رعي مشاكل، هذا ما فيه واحد عابط وجهه بعصا مكنسه باي شيء يلمحه. هل تصب كريستيانو رونالدو في نادي النصر؟ لك ان تتخيل يا صديقي شباب ان قيمه التيشيرت 20 ريال وتم بيع اكثر من 2 مليون تيشيرت في 48 ساعه فقط. تخيلوا مبيعات 240 مليون ريال سعودي بما يعادل 63 مليون دولار. فحرفيا بعد ايام قليله جدا هتلاقي نادي النصر داخل له بما يعادل راتب كريستيانو رونالدو في الموسم الاول من بيع التيشيرتات بس، والراجل كل ده ما حطش رجله في الملعب ولا حتى عمل اعلان واحد ليه. فاللي بيتريق يا جماعه على الجماعه السعوديين ونادي النصر تحديدا ان هم دفعوا المبلغ ده كله، لا الصفقه مش كوره خالص، ولو فيها حتى نسبه كوره مش هتعدي ال 20%، لان زي ما قال كريستيانو حتى في لقائه الاخير مع بيرس مورجان ان الكوره دلوقتي بقت بزنس. يكفيني ان اقول لك يا صديقي ان حساب نادي النصر على الانستغرام شوف هذه الصوره، مليون متابع في 24 ساعه فقط منذ اعلان انتقال كريستيانو رونالدو للنادي. هي فعلا على المستوى التجاري صفقه مفيده جدا للثلاث اطراف، كريستيانو رونالدو ونادي النصر العالمي وكمان المملكه العربيه السعوديه. اتفق يا عيال، اقسم بالله انه حين حيتغير 360 درجة من هذا كله. طبعا زي ما تشوف هنا الميمز، شوف الميمز هنا، شوف الهلال الاتحاد، يعني دايم والله اهنيهم على هذه الصفقة. وزي ما تشوفوا هنا وزير الرياضة كان سعيد بتواجد احد افضل لاعبي العالم بدأ مسيرته الجديده في السعوديه، مرحبا كريستيانو في المملكه، وستدعم بقيه انديتنا صفقات توعويه مع النجوم عالميين قريبا. يعني زي ما تشوفوا الحين بيع 2 مليون قميص يحمل اسم ورقه رونالدو في 48 ساعه. فانا اشوف من وجهه نظري رونالدو ايش راح يسوي بالسعوديه والدوري السعودي والعربي وكل الشرق الاوسط، راح يغيرهم 360 درجة، ونادي النصر راح يتغير 700 درجة، والدوري السعودي راح يكون من أهم الدوريات. يعني الحين تقدر تقارن الدوري مع بريمير ليج، هذه الدوريات الكبيرة لأنه فيها كريستيانو، فهمت كيف؟ يعني كريستيانو هذا البني آدم يقدر يغير مسيرة أندية، مسيرة دول، فهمتوا كيف؟ زي ما تشوف مليونين قميص ب 48 ساعة،
يعني انت متخيل كيف لهالدرجه كريستيانو مؤثر؟ ف هذا الشيء مو طبيعي، انه غير السعوديه راح يزوروها ناس، وغير انه غير والاعلانات والاشياء، يعني راح كريستيانو راح يفجر الدنيا، وغير انه راح ما حيخلي احد بنفسه. متوقعوا النصر يوصل العالميه يقدر ينافس ريال مدريد وهذه مع كريستيانو؟ يعني اقول انا اتوقع ما دام رونالدو موجود وان شاء الله كل شيء تمام، فكريستيانو لسه عمره 38 يقدر يسوي اشياء ما حد قد سواها، وحين هو اصلا لسه ما وصل السعوديه وما سوى شيء، واقامه ما سووه اقامه، فكل هذا قبل ما يوصل. تخيل لو وصل ولعب اول مباراه وسجل جول، تخيل ايش بيصير. شباب البوست حقه صار اكثر بوست من اكثر 5 بوستات بالانستغرام موصل لايكات فوق 30 مليون، يعني كريستيانو رونالدو، فهمتوا؟ فحبيت اغطي لكم هذا الخبر، وكل عام وانتم بخير، وشكرا لكم على كل شيء، لا تنسوا اللايك والاشتراك، ودعوا شباب 5، نشوفكم مقطع ثاني، سلام عليكم.